الأصل أننا ليس لنا أي علاقة بالجن. زانو ني فوتران ني ريشكا ريلاسيون زان انتر نو لومبيل سجين زان ويت سيك زان ستوك نحانا نغولوان ريلاسيون ام جين زان سيك لومبيل. فبعض الناس قد يلبس عليه الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشيطان صدقك وهو كذوب. هو يكذب عليك يقول انه مسلم ويساعدك. أرم بمنان محمد صلى الله عليه وسلم نبارنا ميتي إفنتين زاني زين شيطاني وديا ما هاي ما بعدهم لو أيوم زاني إف ميتي زان ولوس يزان سبين نبا يبن بولا يزود يبين أرم بمنان زاني أيهما أقوى الجن أو الإنس ينبارن ما تانز لي ولمبيل سال الجن من يقول ينبارن أفكم الجن أو الإنس يزان ما تانز ولمبيل سال الجن ولمبيل الإنس. إذا لماذا نذهب للجن؟ ده زمان ما تومن بيتك أي روتة ولمبيل متان زكا إين زمان وعند تيك ولمبيل ومبولا ميلا مندها. من يعيش في هذه الدنيا في هذه الأرض؟ إذا زمان نمبرا نينا أم بنتان توا. الإنس. ني ولمبيل. والجن يختفون. عارا نجينا ميسيتو فروزان مي تيتا تيكا ماس ميفون الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الجن أو من الإنس ني ريو بامنان سنو إيدا كان الله سبحانه وتعالى نيس بكم جين فيري سروسا بكم نيو ولمبيل ياب ياب. إذن هذا الذي يقول بعض الناس أن لديه من يساعده من الجن لا نصدق وليس لنا أي علاقة بالجن. زين نمبرن هو نقول زين لازم زان فايز دي ميل ميسريلاسيون جين نابين زاني عرف لتين زيزان دي اتشاز بشكتو زانيا مينو زيزافتا زيار مانيكا زيزافتا زيزافتا. هل فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمنان محمد صلى الله عليه وسلم زيز اول مبيل فاران صار ننوان زيراها زيزافتا. هل فعل هذا الصحابة التابعين الأئمة؟ رو بيارا ديان فمنان محمد صلى الله عليه وسلم رو رو صحابة من ديد نفمنان رو ننوراها زان فين دوت. سليمان عليه الصلاة والسلام نيب نبي فمنان سليمان عليه السلام آية له أن الله سبحانه وتعالى سخر الجن لخدمته. زانيو أني سني زافد زيتمنا نسليمان زاني الله سبحانه وتعالى نميانازي فالورا زانيو رجينا ديا نطوني وبياسن سليمان عليه السلام. ليس لنا أي علاقة بالجن. فاتشي كم زفتون زانا باران ديا تسمانا ننزيوي حاننا وين تادو ريلاسيون حاننا ريلاسيون جين. لأن الشيطان يكذب عليك. ستيا أن الشيطان دي تشيطة تشيكا ماسوا أن الشيطان دي مورا أمن بما فاندم تشيكا. نعم. أفاكم تين زاني جي بينوا أفاكم أفاند.